بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لي انا كنت في العمل واتصلت بيا الزوجه ديالي كتقول لي راه كتقول لي راه الدري ما رجعتش. اش بغيت تقول لك انت تشوفه بلا ما تعاود؟ هي راه عارفه راه كتعامل معاها مزيان. مشكلة اخي يعني بكل صراحة يعني مع المرأة شوية يكونوا مثلا يعني الانسان مثلا في فترة مراهقة تكون الدرية مثلا ما كتستوعبش بعض النصائح ديالكم تقدر من بزاف ديال الحوايج. مع الام شوية انت كتعرف فهمتيني يعني ما كتميتريزيش داك سميتو الدرية ضروري غتحس بالضغط وغتحس بهذا فهمتي ضروري هادشي كيوقع ولكن حنا ما تصورناش بهذا سميتو وما يمكنش نديرو عليها حنا بجوج. انا ملي كنشوف هي كتغوت ما يمكنش انا حتى نغوت فهمتي كنخليو واحد اللي يتحكم في زمام الامور هذا ما كاين فهمتي صافي دابا الضغط كان عليها فهمتي انا راه الهضره ماشي ما كنضرب ما والو فهمتي انا الهضره صافي دابا حتى سمعنا بلي راه قالت لك داروا لها تقرير وما شي وحده صيفطات ليها بالليل فهمتي قالت لها راه داروا لك تقرير مسحات الميساج الدريه ماما عاقت شافت الميساج شي حاجه مسوحه ومشات عند الدريه اللي صيفطات ميساج قالت لها شنو صيفطتي من كذا كذا قالت لها لا وما قالت لها واقيلا راه ميساج ما دخلاتش قالت لها لا راه كانت قالت لها قولي الصراحه فهمتي قالت لها قولي الصراحه ما بغاش تقول هذيك الدريه الغد ليه الدريه بنتي مشات للمدرسه هي اللي هي القصه اللي عاودت لكم ما دخلاتش فهمتيني مي قالوا لها البنات هكايا في الباب قالوا لها راه كتبوا بك تقرير وكذا صافي تخلعت خافت وهذا خافت من الدار ومن المدرسه غنعاقبوها وكذا خافت صافي شدات شي طريق الاخر اللي سمعنا حنا هو قال لك شي بنت من 12 ونص شي بنت هابطه لدارهم في طاكسي وشافتها هي طالعه جهه الحي الصناعي هادشي اللي كاين بنات اللي تيقراو معاها براسهم تما مساك الله يحسن عاوتاني باش ما نتهمو حتى شي واحد كلهم تما تيقلبوا فهمتيني يعني وكلهم استفسرناهم مشينا لديورهم عاود استفسرناهم ماشي مره ماشي جوج فهمتي تيقولوا لكم دي راه كانت معنا فعلا قالت لينا بسلامه ما دخلاتش المدرسه صافي الى هنا ما باش قضى مشات في التوقيت ديال المدرسه اللي كيمشيو 8 راه 8 ونص كيدخلوا عادي دخلها وصلت للباب قالوا يعني البنات حضروها راه تقرير ما تقرير تخلعات صافي خافت زات حيت حنا كنا كنبهوها لهاد النقطة ديال التمنى كانت تشوف كروميسا اشمن وراه هي عارفة اللي كاين وجناري راه كنهضر معاها كنقولها إلا كانت شي حوايج ما قدرتي تقوليهم ليا صيفطيهم ليا في الواتس انت الاب السند ديالك راه كنخرج معاها كنهضر معاها بيني وبينها ولكن وما عرفتش واش في راسها شي حاجه اخرى واش كاينه فهمتيني ما نقدرش ندخل لها واش في راسها حيت قاعد انت تهضر وكذا ولكن يقدر يجي واحد يخسر لها داكشي فورماطي لها دماغها وداكشي فهمتي تعيا تهضر ولكن قدر الله ما شاء فعل. اش وقع رميت كيفاش خرجات كيفاش ما رجعاتش؟ مشات اخويا على المدرسه مع 8 ونص الصباح مشات المدرسه مع 8 ونص الصباح ما رجعتش للدار ما رجعتش الظروف اللي خرجات فيها خرجات يعني كانت مشات المدرسه ما رجعتش ما عرفت واش خافت قال لك ضربوها بتقرير صافي خافت سولتي صحاباتها سولنا صحاباتها ما كاين حتى شي واحد حتى شي وحده ما شافتها قالت لي قال لك سلمت عليهم في الباب ديال المدرسه ومشات قالت لهم ما دخلاش للمدرسه نسيت بالصديقات اللي شبشوا معاها المدرسه في الدار ولا شي سولناهم لا هي ما كتمشيش مع شي وحدين من الدار حدانا كاينه غير هي كطرق شي صاحبتها وكتمشي لا عمرها ما دارت هادشي ما عمرها ودارته اول مره كدير انتو خرجتوا غير البارح جاوكم اتصالات ولا باقي عيط لكم شي واحد قال لكم راه شفتها لا شفتها ولا باقي لا واحد اللي صيفط لينا قال لنا شفتها في الازهار ربي يسعد شحال عنده بزاف عنده 15 عام 15 عام دابا شي ام كنقول غاتجي كنقول غاتجي ف
فين فين كاينه فين سميتو ما عرفتش اخويا ما عرفتش. سولتي على الصديقات ديالها اللي كيقراو؟ سولنا حتى واحد ما شافها. شي واحد ما شافها؟ حتى شي واحد ما شافها. خرجت بخا بالدار يعني ما مغوش عليها حتى شي واحد؟ ما مغوش عليها حتى شي واحد. واش خافت من هذاك التقرير؟ واش ما تقرير التقرير سولتي عليه كاين بصح ولا ما كاينش؟ ما كاينش. اه صاحبتها كتقرا معاها قالت لي ضربوكم التقرير وما مضربوهاش في التقرير. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.